محرم المرأة هو زوجها، وكل من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وذلك أن المحرمات ثلاثة أنواع، بل أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة، محرمات لأجل الجمع. فالأول المحرمات بالنسب هن السبع التي ذكرهن الله تعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه المحرمات من النسب سبع. وذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة في المحرمات في النسب، فقال: إن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. إن الإنسان يحرم عليه أصوله الأمهات والجدات، وفروعه البنات وبنات البنات، وفروع أصله الأدنى وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. فروع أصله الأدنى هن الأخوات وما تفرع منهن، وفروع أصله الأعلى الخالات والعمات لأصلهم فقط دون من تفرع منهن من بنات. هذه قاعدة ذكرها ابن رجب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابطاً في المحرمات بالنسب ربما يكون أيسر من ذلك، فقال: إن جميع النساء الأقارب للإنسان اللاتي بينه وبينهن ولادة كلهن محرمات على الإنسان إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. جميع الأقارب التي بينك وبينهن ولادة كلهن حرام إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، لقوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وأظن هذا الضابط ربما يكون أيسر مما ذكر ابن رجب رحمه الله. ثانيا المحرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب، فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها من الرضاع. فأمك من النسب حرام، من الرضاع حرام. عمتك من النسب حرام، من الرضاع حرام. خالتك من النسب حرام، من الرضاع حرام، وهكذا. هؤلاء المحرمات بالرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الثالث محرمات بالصهر، وهن أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب. هؤلاء أربع، لكن يشترط في تحريم بنت الزوجة أن يدخل بأمها. المحرمات بالمصاهرة ثلاث منهن يحرمن بالعقد، وهن أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، يحرمن بمجرد العقد. بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، لقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة بنت الزوج، بنت الزوجة إنما تحرم على الزوج إذا دخل بأمها، أما لو عقد على أمها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فلا تحرم. وليعلم أن الربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. فلو أن شخصا تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق فهذه البنت عليه حرام، ولو تزوج امرأة وفارقها
ولم تنجب منه شيئا، ثم تزوجت بآخر وأنجبت بنتا، فهذه البنت حرام على الزوج الأول. إذن الربيبة بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. المحرمات بالصهر ضابطها أنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول الآخر وفروعه. نأتي للزوجة، أصول الزوج أبوه، فروعه ابنه. نأتي للزوجة، أصولها أمها، فروعها بنتها، لكن يشترط في البنت أن يدخل بأمها. طيب، بنسب أو سبب مباح. سبب مباح هو الرضاع احترازا من السبب المحرم وهو اللعان، فإذا لاعن الرجل امرأته فإنه يفرق بينهما ولا تحل له، لا تحل له إلى يوم القيامة. قال العلماء حتى لو أكذب نفسه، يعني لو قال أنا كاذب ونحو ذلك فلا تحل له. فتحريم تحريم الملاعنة على الملاعن، هذا التحريم سببه محرم، وهو اتهامه أو رميه إياها بالزنا ثم اللعان.